مشوار باش نمشيو الى المهديه مع محمد خوجه وهو رسام تونسي حبينا ان نزوروه في بيته وشوفوا البورتاج ورجعنا. شكرا. بديت حضرت على والدي شويه في حضرت عليه حتى 91 من بعد مشيت عملت البوزار معناتها قريت 3 سنين في القروان وبعد مشيت عملت 3 سنين في سوسه البوزار وبعد جيت المهديه وعملت برشا معارض وتعرفت على برشا ناس لهنا في المهديه خدمنا برشا معارض وعملنا برشا مشاريع فنية تعرفت على برشا فنانين منهم سيسيب ركوك والله المهدية ريتها من الصغرى التاريخ متاع المهدية الإطار الزماني متاع المهدية البحر المكاني البحر متاعها يعطيك بعض آخر تنجم تتخيل روحك تصور تو مامون المهدية بأبعاد مختلفة بألوان مختلفة البحر هو اللي يخليك تعيش إحساس والإحساس هذاك تنجم تعديه في اللوحات نتاعك. المهدية بالحق فيها عديد من الالوان فيها الضوء الليمير فيها اللون الازرق اللي فيه برشا كما قلت لك ابعاد يعطيك بروفوندور اكزاكتومون وعندنا المهدية تسمى بريسك ايل جزيره دير بها الازرق والبحر والوريزون اللي يعطيك نفس اخر تنجم انت بعد من خلالك الالوان هذيك بريس كل يوم نخرج نمشي للرواق نتاعي ترسم لوحه اخرى من خلال وجودك في المهديه. وين تلتقي وين تختلف مع اعمال المرحوم والدك وفي شو اثر فيك؟ والله لا ما نلتقيش معه في الاعمال كل واحد ستيل نتاعو ديما نقول لروحي مازلت في طور البحث ريشيرش ديما الحقيقة ما ندخلش برشا الاتولي هو واحد باش مانيش نرسم كل يوم جوست نتأمل برشا نلاحظ برشا ومن بعد ندخل نعمل اللي نحس بيه واللي نخرج كل الخدمه هذيك اللي نحس بها نخرجها في خدمه في تابلو في زوز. نتمنى المهديه تكون مثلا مدينه الفنون بالحق المهديه نحبها تكون عندها ابعاد فنيه الحقيقه شخصيا نتمنى نكمل في النسق هذايا ونزيد نقدم اكثر وصرتو نحب خصوصا انك تحب توصلك بما انك تم انتخابك مؤخرا رئيس جمعيه الفنون بالمهديه كتكريم ليك بما انهم حبوا الرسامين من المهديه الكل ان تكون على راس الجمعيه هذه شاب حتى ينقل لمسات الشبابيه الى الجمعيه. يعني نشكر السالة عبيد اللي عطات فيهم الثقه وان شاء الله نكونوا احنا الجون المهديه والانتوراج اللي معانا الفنانين الكبار والصغار يكونوا في نسق واحد وفي تصور واحد
المشروع الفني اللي احنا ان شاء الله نطمحوا له هكا، ان شاء الله نعمل ان كارير باهيه بالنسبه لي انا هذاك طموحي. اما عندي اسم ما عنديش اسم، معناتها الفنانين كل واحد بطبع نتاعو، كل واحد بستيل نتاعو، بيتيت راني مغروم معناتها بعلي خوجة، على خاطر ديما نشوف لي تابلو نتاعو، مي علي خوجة معناتها عنده خدمتو، عنده الستيل نتاعو، عنده لي كولور نتاعو، ديما نتفرج عليهم، ديما نشوفهم، مي نحب ديما نخدم الاسبري نتاعي، الجو نتاعي معناتها. عملت عدة معارض معناتها في البريود الأخرى، خدمت برشا على المشاهد الطبيعية اللي في تونس كل بريسك، وسورتو ركزت على الشخصيات اللي تجسد مثلا المرأة الكبيرة اللي تكسكس، العادات والتقاليد نتاعنا، لي تراديسيون نتاعنا، المرأة اللي تجاهد ولا الراجل اللي يجاهد في الخدمة نتاعو، سواء كيما البحار، كيما الفلاح، كيما هذوكم أنا نحب بالساعد في العمل. هذوكم نركز عليهم برشا، نخدمهم برشا، معناتها نحب نصورهم بالحق، خاطر هذوكم هذيك تونس، معناتها هذيك أنا نشوف معناتها كي نصورهم نحس روحي نكرمهم بطريقة غير مباشرة.